هلو ناين جريدرز، اليوم الابيسود تبعيتنا ابيسود جديدة حلوة انترستينج، بتحكي عن الميوكارديال انفاركشن. الميوكارديال انفاركشن الى ابريفيشن ام كابيتال لتر اي كابيتال لتر، وطبعا هالميوكارديال انفاركشن رح نعرف شو السيمتومز، شو الكوزز، شو التريتمنت لإلها، وهي هل هي بارت من الكوروناري هارت ديزيز اتسترا. كلياتها حنشوفه ان شاء الله بهالابيسود الجديده. First of all نحن حنبلش شو معنات myocardial infarction. هلا طبعا بدل كلمة myocardial infarction فيني استخدم الهارت اتاك. شو معنات myocardial infarction او هي شو بتعني؟ It is when blood flow decreases or stops to a part of the heart. يعني جزء من الهارت بيكون مغزى بblood flow، طبعا يحمل له الاكسجين والنيوتريانس. هيدا الجزء من الهارت بطل يوصله enough oxygen او النيوتريانس او صار يخف كتير decreases، فمنسمي هالمنطقة يلي بتصير عندها deprived of oxygen ischemic area، اللي هي بتصير عبارة عن connective tissue. المسل أو الميوكارديوم بيموت فيها فبتتحول لconnective tissue فبتوقف تعمل contraction. إذا نرجع in general لما نقول myocardial infarction أو الهارت اتاك، بيكون عندي جزء أو part من الميوكارديوم تبعيت الهارت بيصير فيها نقص أو stop للإنريتشمنت لإلها بالأكسجين، فبتصير عبارة عن ischemic area. لما نقول ischemic area يعني كأنها connective tissue dead tissue، وطبعا هيدي لما نكون dead tissue هيدي muscle cells فإذا بتبطل تعمل contraction. طب كلمة infarction هيدا الترم شو معناته؟ infarction refers to tissue death، يعني موت tissue of the myocardium caused by ischemia، اللي هو هيدا العارض يلي ممكن يصير لما يكون عندي ischemic area that is lack of oxygen delivery to myocardial تشو. وطبعا لما هيدا التشو يموت ما بيقدر يتعالج، يعني خلص مجرد انا عندي منطقة صارت ischemic area او connective tissue مستحيل ترجع تتعالج او ترجع تعمل contraction in the future. هلا بدنا نشوف الميوكارديال انفاركشن لشو ممكن تؤدي. هلا في لها كونسيكوينسز كتير خطيره على الجسم، حنشوف من اهم الكونسيكوينسز للميوكارديال انفاركشن. حتى نصغر بس الصوره هون. من اهم الكونسيكوينسز الخطيره للميوكارديال انفاركشن هي انه ممكن تؤدي للهارت فيلر وللكارديك ارست. لما نقول heart failure هو عبارة عن pumping action of the heart is impaired، يعني بصير الميوكارديوم أو عضلة القلب بتصير weak، بتبطل تعمل pumping للblood efficiently knowing إنه الهارت بيعطي هو الدم الأكسجينيتد blood وبيوزعه على كل الأورجنز. فلما ما يقدر يعمل pumping efficiently فهم نوصل لمرحلة منقول heart failure أو فشل القلب. طبعا القلب بأول المراحل للheart failure بيكون يقدر بحاول يقدر يعمل compensation، يعني يعوض عن ال weakness بالميوكارديوم لإله، فبصير له enlargement بيزيد من الماس لإله يعني من الكتلة تبعيته، وطبعا هيدا بده يسبب chest pain etc. وبصير عندي تراكم للفلويدز إما بالفيت أو بالستومك أو حتى باللانكس. تاني consequence خطيرة للميوكارديال infarction اللي هي الكارديك arrest. لما نقول كارديك arrest معناتها كل الهارت او الميوكارديوم اتوقفت عن الكونتراكشن فوقف القلب. فهون بنقول الهارت is not contracting at all where all vital organs cease بتوقف to function this might lead to death. طبعا هون بهالحالة بنعمل للpatient CPR. اذا هيدا CPR او الكارديوبالموناري ريساسيتيشن اللي هي محاولة انعاش القلب مرة اخرى. هلا الابيسود هون بتحكي عن السيمتومز او what are the symptoms of myocardial infarction. كيف نحن بنعرف انه عندنا myocardial infarction؟ هلا في عندي بعض الساينز اللي بتختلف differ between men and women، بس in general في كتير من السيمتومز بتكون common. هلا هول السيمتومز اول ما بنحس فيهم بنعرف او مؤشرات بيعطوني indications انه ممكن نحن we are suffering from myocardial infarction او heart attack. أول أهم
سيمتوم او عارض ممكن انا احس فيه اللي هو الشست discomfort or tightness، وطبعا هيدا بيكون عند الاثنين both عند men and women، وطبعا هم منحس نحنا بالdiscomfort ومنحس like heartburn اللي هي حرقة بالقلب خاصة عند الرجال. طبعا هيدا البين بصير يمتد بيوصل على الشولدرز، بيوصل على الارم، على النيك، على الجوز عند الومن، يعني على الفك والباك بالظهر. وطبعا هيدا كمان مترافق مع بعض السيمتومز مثل النوزيا، مثل الفوميتينج، اكستريم فاتيج، اتسترا. فهولي كلياتهم من اهم السيمتومز اللي ممكن يحسها المن والمومن لما يكون عندي مايوكارديال انفاركشن. هلأ نوصل للتريتمنت للمايوكارديال انفاركشن. يعني إذا كان عند حدا مايوكارديال انفاركشن شو ممكن يعملوا له تريتمنت؟ إما باي أكسجين، giving him a mask of oxygen، لأنه طبعا بيكون حاسس بالتشست بين وعنده نوع من shortness of breath. يعني هون ممكن كمان نعطيه نيتروغليسرين. هذا النيتروغليسرين it is considered to widen the blood vessels، يعني بحاول يوسع من the blood vessels. أسبرين اللي هو عن ميديكيشن بينعطى ليفكك او يعمل ديزولفينج او ديسترويمنت للبلد كلوتس، للجلطات اللي ممكن تتكون وتعمل مايوكارديال انفاركشن. وطبعا مورفين اللي هو نوع من البين ريليفر، يعني مخفف للالم، خاصه لانه يلي بيعانوا من المايوكارديال انفاركشن بيكونوا بحسوا بشست بين، وهيدا البين بيكون عم يعمل نوع من الترافلينج على الشولدرز، على الارم، على النيك. سو زي have to take or they have to give them pain reliever. هون بطبيعة الحال بدنا نوصل لل causes of myocardial infarction أو causes of the heart attack. طبعا من أهم ال causes لل heart attack هي coronary heart diseases، الأمراض الممكن تصيب الشرايين التاجية أو coronary arteries of the myocardium أو of the heart. طبعا نرجع منذكركم أن coronary arteries they are arteries that are issued from the base of the aorta if they supply the myocardium with oxygen and nutrients. طبعا هولي لما يصير لهم بلوكج يتسكروا او يصير لهم ناروينج لهالكوروناري ارتريز، طبعا ممكن يؤدوا ل ديكريز اوف اوكسجين سبلاي للارياز يلي بغذوها، وطبعا نوصل لاسكيميك اريا، وبالنهايه نوصل طبعا للمايوكارديال انفاركشن. هلا بدنا نشوف هالكوروناري هارت ديزيزز شو اللي بيعملهم او كوزد باي مين. So coronary heart diseases they are caused by شغلتين مهمين اللي هني atherosclerosis و blood clots أو منسميهم الثرومبي. طبعا كلمة blood clots اللي هي الجلطات الدموية معناتها ثرومبي. إذا بنقول blood clot يعني singular بصير اسمها thrombus يعني أخيرة US. So coronary heart diseases they are caused by atherosclerosis و blood clots. هلأ بدنا نشرح كل واحد منهم بالتفصيل، بس بعد ما نعرف شو هن الريسك فاكتورز أو الفاكتورز الممكن تؤدي للatherosclerosis والblood clots. فإذا هنزيح حولي على جنب ونذكر هالريسك فاكتورز. اهم الريسك فاكتورز اللي ممكن يؤدوا لتصلب الشرايين والجلطات الدمويه اللي ممكن تؤدي للميوكارديال انفاركشن اللي هن السموكينج، التدخين، الديابيتس، السكري، اوبيزيتي، البدني، الهاي بلد بريشر، ارتفاع ضغط الدم، هاي بلد كوليسترول، وجود كوليسترول، ليفل اوف كوليسترول عالي بالدم لو نوع من الفات، اكسسيف الكحول انتيك، سيدنتري لايف اللي هي حياه الخمول، يعني اللاك اوف اكسرسايز، والفاميلي هيستوري اذا كان عندي هيريديتري ديزيز. وطبعا كان الكوروناري هارت ديزيز عباره عن هيريديتري ديزيز، هيدا رح يؤدي انه يبين هالديزيز او هالكوروناري هارت ديزيز بالفاميلي. هون اذا بتلاحظوا انه الريسك فاكتورز الكوزز الكوروناري هارت ديزيزز هول كلياتهم they are interlinked، يعني السموكينج بيؤدي للاثيروسكليروسيس وهيدا رح يؤدي للكوروناري هارت ديزيز وهيدا رح يؤدي بالنهايه ويعمل لي مايوكارديال انفاركشن.
So منشوف إنه هالريسك فاكتورز they are interlinked. يعني منشوف مثلاً sedentary life ممكن تؤدي للأوبيزيتي، ممكن تؤدي للهاي بلد بريشر، وهولي دفسون يؤدوا للأثيروسكليروسيس أو البلد كلوتس ليعملوا الكوروناري هارت ديزيز. So نرجع نعيدها in general. بنعرف نحنا إنه الكوزز للميوكارديال انفاركشن من أهم الكوزز هني أمراض شرايين القلب التاجية، الكوروناري هارت ديزيزز. هون الكوروناري هارت ديزيزز مين بسببهم؟ الأثيروسكليروسز والبلد كلوتس أو الثرومبي. طب شو هن الريسك فاكتورز الممكن يودوا أو يؤدوا للأثيروسكليروسز والبلد كلوتس؟ اللي قلنا السموكينج، دايابيتس، أوبيزيتي، إتسترا. هلا بدنا نحكي بالتفصيل عن أثيروسكليروسز والبلد كلوتس بالإبيسود الثاني. هلا بنبلش بالأثيروسكليروسز أو تصلب الشرايين. طبعا مثل ما نحن شايفين هالرسمة، طبعا عندنا الكوروناري أرتريز، مدام عم نحكي على الكوروناري أرتريز والكوروناري هارت ديزيزز، بيكون بقلب الكوروناري أرتري عندي ديبوزيشن أو ديبوزيت لبعض البلاك. يعني بيكون عندي نوع من الديبوزيشن على الانر وول لهيدا الارتري، فبيعمل كونستريكشن للدياميتر، بيخفف او بيصغر من اللومن او من الدياميتر، يعني بيعمل له ناروينج، فبيصير هيدا بيعمل هندرينج للبلد فلو بقلب هالكوروناري ارتري، وطبعا بالنهايه ممكن يتسكر على الاخر، فالاريا يلي بيكون عم بغذيها هالكوروناري ارتري لتتحول لاسكيميك اريا وتموت، بصير عندي مايوكارديال انفاركشن او الهارت اتاك. هلا هيدا التيب بوزيشن بنسميه اثيروما بلاك. طب من شو بتتالف البلاك؟ البلاك مي كومبوز اوف فات، كالسيوم، كوليسترول، اتسترا. ممكن هولي كلياتهم يكونوا عم يعملوا deposition inside the artery. هلا شو سبب هالبلاك او تكون هالبلاك؟ السموكينج من اهم الاسباب، الاوبيزيتي من اهم الاسباب، الهاي كوليسترول وهاي فات ليفل inside the blood كمان من اهم اسباب تكون الاثيروسكليروسيس او الاثيروما بلاك. طبعا اذا بدنا نشوف بعض هاي مثلا هيدي الصوره، هيدي ريل فوتو لا كوروناري ارتري، طلعوا كيف الاثيروما بلاك كيف مكوني على الانر وول لإله، فطبعا مزغر اللومن بدل ما اللومن يكون بكل هالدياميتر مزغرته ساير بس هيك، فطبعا هيدا بيعمل هندرينج للبلد سيركوليشن. هون هيدي الصورة كمان نفس الشيء، بنشوف هول الصفر هني عبارة عن الاثيروما بلاك يلي عم يعملوا deposition inside the wall of coronary artery، وطبعا عم يعملوا له narrowing، وهدول ممكن يؤدوا بالحالات المتقدمة للميوكارديال اتاك او الميوكارديال انفاركشن. هلا هون بدنا نوصل كيف بنعرف هالكوروناري ارتري عنده أثيروسكليروسيس او لا. بنعمل تكنيك اسمه انجيوغرافي، رح اكتبه انجيوغرافي. هيدا التكنيك انجيوغرافي تكنيك، هيدا التكنيك ريزلتس ان اكس رايز، بطلع اكس رايز بنسميهم انجيوغرام. اذا هول الاكس رايز هن انجيوغرام، هن عبارة عن ريزلت من التكنيك اللي اسمه انجيوغرافي تكنيك، بفرجيني هالبلد فيسلز او الكوروناري ارتريز اذا فيهن بلوكج او لا. اذا بتشوف هلا طبعا حنحكي عن انجيوغرافي بالتفصيل او كيف بنعمل انجيوغرافي تكنيك بس، ولكن خلونا نشوف هون نقارن بين النورمال انجيوغرام لا الكوروناري ارتريز وبين انسان عنده بلوكد ارتري وبيعاني من ارتري او كوروناري ارتري مسكر ديو تو اثيروسكليروسيس او ديو تو بلد كلوت. هون بنشوف انه الدم، لاحظوا كونتينيوس هون وبين واضح الارتري، في حين هون الدم كاين عم يعمل فلو بعدين وقف. اذا هون لما وقف يعني عندي انا هون كلوج او بنسميه اوكلوجن، معنات اوكلوجن يعني اللي هو تسكير، يعني اذا كلوج او اوكلوجن يعني هون بعرف انا انه البلد او الكوروناري فيسل او الكوروناري ارتري مسكر وعامل نوع من الاوكلوجن او الكلوج. هون بنعرف نحن بطبيعه الحال انه بوجود هيدا الاوكلوجن
او الكلوج يعني المنطقة يلي كان عم بغذيها هالكوروناري ارتري صفت اسكيميك اريا وبطلت تتغذى، صارت deprived of oxygen. فهون يعني هيدي الاريا صارت تعتبر فيها myocardial infarction، يعني ماتت وتحولت لكونكتيف تشو، بطلت تعمل contraction. كل ما بتكتر الارياز يلي ببطلوا يعملوا contraction مع كل ازدياد هارت اتاك بالمستقبل، طبعا اخر شيء بدنا نوصل لمرحلة الكارديك ارست اللي هو كل الميوكارديوم بصير لها بتتحول لاسكيميك اريا، بتبطل تعمل كونتراكشن، وطبعا هون بيؤدي هيدا الشيء للدث او للموت. هون بالانجيوغرافي منشوف انه بيجي الدكتور او الفيزيشيان بفوت نوع من الثين هولو تيوب، يعمل له جايدز بنسميه الكاثيتر بهالطريقه هيك اوكي، وبيوديه طبعا على الارتريز يلي بتكون رايحه على الهارت، وهيدا عبر انسيشن يعني بيعمل نوع من الجرح اما بالارم او بالجروين اللي هو اعلى الثاي او اعلى الفخذ طبعا، وبيكون فيه داي يعني هيدا هون بيكون هذا الكاثيتر يلي عم بفوت فيه داي فيه صبغة، فبيصبغ الدم يلي ماشي بالكوروناري ارتريز. وقتها بيجي هالدكتور بيعمل الاكس راي وبيطلع الانجيوغرام اللي هني صور الاكس رايز يلي بتكون طالعة، فبيبين لي وبيصير يقارن كيف البلد فلو عم يمشي بالكوروناري ارتريز بين هالإنسان اللي عم يعمل الانجيوغرافي وبين نورمال بيكون عنده من قبل. فوقتها بيعرف والله هيدا الكوروناري ارتري فيه كلوج او اوكلوجن، اذا على الاكيد فيه اثيروما بلاك يعني عامل اثيروسكليروسز وبلد كلوتس اتسترا. هلا هون بدنا نبلش بالبلد كلوتس او الثرومبي، ومثل ما قلنا سينجولر للبلد كلوتس ثرومبس، يعني بدل ما نكتب ثرومبي السينجولر لها هي ثرومبس BUS، هي يعني معناتها بلد كلوت. هون بطبيعه الحال مثل ما متذكرين احنا بالاول بلشنا انه الميوكارديال انفاركشن سببها اما ستوب او ديكريز بالبلد فلو على بعض الارياز. فهون بنشوف انه لما يكون عندي تكون للبلد كلوتس المش طبيعي، عاده البلد كلوت بتتكون لتمنع البليدنج بقلب الفيسلز او الكوروناري فيسلز او الارتريز، فبعد ما تمنع او توقف النزيف هي بصير لها ديزولفينج بالبلد، بس احيانا كتير ما بصير لها ديزولفينج او بصير لها تكوين بعدم يعني ما بيكون عندي بليدنج بتتكون لحالة. فهون شو بيصير عندي؟ بيصير بدها تسكر هالارتريز، خاصة بتسكر اي ارتريز يلي هني اوريدي عندهم اثيروما بلاك وبيعانوا من الاثيروسكليروسز او تصلب الشرايين. فشو اللي بيصير؟ لانه اللومن هون نارور بصير نارور، بتيجي هالبلد كلوت بتعلق هون فبتوقف كليا البلد فلو على المنطقة يلي عم بغذيها هيدا الارتري، فبالنهاية منوصل للاسكيميك اريا والميوكارديال انفاركشن. طب شو هي البلد كلوتس؟ البلد كلوتس ار جل لايك ماسز، هي تكتل مثل الجل ان بلد تو ستوب بليدنج، هاي بالحالات الطبيعيه. وبعد ما تعمل ستوب للبليدنج هالبلد كلوتس بتصير لها ديزولفينج بالدم، بس احيانا كتير ما بصير لها ديزولفينج بالدم او بتتكون بيكونش عند بليدنج، فهون بصير تمرق باي كوروناري ارتري وتسكروا، خاصه اللي بيكون عنده اثيروما بلاك. طب بشو بتتالف هالبلد كلوت؟ البلد كلوت دائما بتتالف من بليتلتس اللي هي الصفائح، من ريد بلد سيلز، ومن بروتين اسمه فايبرين. اذا هم نشوف هيدي الصوره اوضح، هول الصغار الصفر اللي هن البليتلتس، الحمر طبعا الديسك شيب الاوفال ديسك شيب هن هول الريد بلد سيلز، اما المش لايك هيدا مثل الشبكه اللي نحن شايفينه هون، هيدا هو بروتين الفايبرين يلي بيكون المش لايك او بحوق هالريد بلد سيلز والبليتلتس مع بعض ليكونوا هالجلطه الدمويه.
هون هلا بدنا نحكي عن بعض التريتمنتس او بعض الادوات اللي نحن بنستخدمها لنعالج الكوروناري هارت ديزيزز. طبعا في عندي ماني تريتمنتس او ميثودز لنحن نعالج او نحاول نخفف من الكوروناري هارت ديزيزز، مثل الستاتينز، الارتفيشال بيس ميكرز، الفالف ريبليسمنت، انجيوبلاستي، هارت ترانسبلانت، ارتفيشال هارت. طبعا حنحكي عنهم بشكل عام، بس حنوضح اكثر عن الانجيوبلاستي رح نحكي عنها بالتفصيل، لأنه هيدي deals with تصليح الأثيروسكليروسيس. إذا كان في عندي أي كوروناري أرتري عنده أثيروسكليروسيس، أنا بقدر ألغي الأثيروسكليروسيس وإيمة للأثيروما بلاك عبر الأنجيوبلاستي، وهلأ بدنا نيجي بالتفصيل. حنبلش أول شيء بالستاتينز، اللي هني عبارة عن medications أو drugs أو group of medicines بيعملوا lowering للليفل of cholesterol. يعني هول بيعملوا lowers أو lower level of cholesterol بالدم. طبعا لما نحن نخفف من الليفل للكوليسترول، هيدا بيمنع تكون عند الأثيروما بلاك، أو حتى بيعملوا له reduce للبرودكشن لإله لتصنيعه بالليفر، للبرودكشن of it in liver. هلأ إذن من أهم الأدوات اللي أنا ممكن أعمل تريتمنت للكوروناري هارت ديزيزز فيها هن الستاتينز أو الدراجز المديكيشنز اللي ممكن أخدها. هيدي بتخفف من الليفل أوف كوليسترول بالدم، أو بتخفف من البرودكشن لإله بالليفر، علما إنه الكوليسترول هو شغل كتير مفيد للجسم، بس ولكن لما يعلى الليفل لإله بتبلش تسبب أمراض. تاني ميثود اللي هي artificial pacemakers، ونحن طبعا سامعين فيها اللي هي البطارية، اللي هي طبعا بتنعمل عبر surgery، بس طبعا بيكون عندي local anesthesia، يعني ما بنعمل anesthesia لكل المريض بس locally بتنحط. هيدي هي هيدا الحقيقي هون نحن شايفينها. طبعا شو وظيفتها هون؟ هي بس بتبعت electrical signals للهارت انه يعمل beating، يدق ويعمل pumping للدم normally، لا بسرعة ولا slow، إذا normally. فإذا الارتفيشال pacemakers من أهم التريتمنت methods للكوروناري هارت ديزيز. Another method for treatment اللي هي الهارت ترانسبلانت أو زراعة القلب، يعني نقل بصير grafting أو transplantation لهارت from donor to recipient، من متبرع لإنسان تاني. بس طبعا هيدي الoperation risky، very expensive، وبدها long term medication مع immunosuppressor كرمال هالimmune system للrecipient ما يتعرف على الهارت هيدا as foreign body ويحاول يعمل له attack أو يهاجمه ويصير عندي rejection للgraft. نوصل للارتيفيشال هارت، هو لما نجيب قلب صناعي، يعني بيكون المريض او البيشنت صار عنده هارت فيلر، بطل لا ميديكيشنز ولا اوبريشنز، عم يمشي حالهم، فبيقيموله هالهارت وبيعوضوه محله بارتيفيشال هارت اللي هو القلب الاصطناعي. طبعا هيدا القلب الاصطناعي هو a mechanical artificial heart is implanted and inserted inside the chest of the patient، وطبعا هون بيكون مصنوع من متل ومن بلاستيك تما يعمل او يتعرف عليه الاميون سيستم as foreign body. بس طبعا هيدي كمان الاوبريشن ريسكي، ممكن تؤدي للستروك او للهارت اتاكس، وكمان very expensive. هلا نيجي لمثود جديد اللي هي الفالف ريبليسمنت، اللي هو انه نحنا نبدل واحد من الفالفز او اكتر من فالف بقلب الهارت بيكون ما عم يمشي منيح، يا اما بيكون صار له ويكند او ستيف بيكون صار قاسي، اما ما عم بمرق دم كما يجب، او ويكند عم بخلي الدم يرجع رجوع باك فلو ويعمل هارت ميرمر اتسترا. فهيدا الفالف ريبليسمنت بجيبوا فالف وبيحطوه محل الفالف الخربان. بس طبعا كمان هيدي ريسكي العملية، وبس الفالف بشكل عام بيجيبوه اما من heart of another human، او ممكن يجيبوه from one of the mammals pigs او cows etc. So الفكرة انه الفالف ممكن يكون ميكانيكال، يعني artificial valve،
وممكن هالفالف يكون مأخوذ من هيومن أو من بعض الماملز. بس طبعا كمان ريسكي، ممكن يؤدي لمايوكارديال أتاك أو إنفاركشن إتسترا. هلأ إمتى بصير عندي فالف ريبليسمنت بشكل عام؟ إما بعد ما عضلة القلب تتعب، ممكن بعد الهارت أتاكس، أو ممكن صابوا إنفاكشن بمرض بكتيريا معينة، أو على الأيج الأولد أيج. نوصل لآخر شيء وأهم تريتمنت ممكن يصير، اللي هو الأنجيوبلاستي، اللي هو أكتر شيء يستخدم بمجتمعاتنا، اللي هي القسطرة، وأكيد تسمعوا عنا الرستور والبالون. هيدا نوع من التريتمنت، بيعمل تريتمنت للوايدن، يعني بيعمل وايدن للبلوكد أو نارد كوروناري أرتريز، يعني it is used to widen blocked or narrowed coronary arteries. يعني إذا شفنا coronary artery بهالطريقة، والله مسكر عبر أثيروما بلاك أو ميديا، ممكن نعمل له الأنجيوبلاستي أو الرستور والبالون تنفتحه ونوسعه. كيف بنفتحه ونوسعه؟ بيجي الفيزيشيان بفوت شورت واير، بيكون حامل على هالواير بالون and stent. الستنت اللي هي المش لايك سبستنس، اللي هي هيدي الرصور، هاي معناتها ستنت. اوكي، بعد ما يفوتهم على الكوروناري ارتري اللي فيه اثيروما بلاك وصاير له ناروينج او بلوكج، بيجي بينفخ البالون، بيعمل له انفلاتينج، فبيكبر او بيرجع الكوروناري ارتري مثل ما كان، فالستنت بيعلق فيه هيدا الرستور، وقتها بيطلع البالون بيعمل له انفلات ودي ريموف هو والواير، فبيبقى الستنت مطرحه، وبهالطريقة الستنت will hold the artery open. وطبعا مثل ما حكينا انه البالون is deflated and removed، فبيبقى الستنت بقلب هالكوروناري ارتري.